في المملكة أرينا، كل شيء في هذا المكان مذهل، كل شيء في هذه الأمسية لا شك أنه مذهل، وبعض المساءات عطرها ليس كأي عطر كأول لقاء حب، هي أشياء لا تحدث كثيرا. يلعب فيها أعظم اللاعبين وهو ليونيل ميسي، المهاجم الكبير سواريز، بوسكيتس، أرباعي، متعب المفرج، البلاهي، تنبكتي، البريك، سعود عبد الحميد، ناصر الدوسري، عبد الإله المالكي، كنو الدوسري، صالح الشهري، كل هذه الغيابات ومع ذلك نشاهد الهلال خطير خطير. الله الله، سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ، أول هدف في المملكة أرينا عن طريق المدمر متروفيتش، متروفيتش المدمر يسجل الافتتاحية، يسجل الاحتفالية، يكون في الموعد ويسجل الهدف الأول في المملكة أرينا، مملكة الهلال. الله الله على الاستلام، الله على النهاية، الله على النظرة، النظرة وعلى النهاية. هذا المدمر، هذا المدمر، المدمر الجديد طبعا، والهلال من مدمر إلى مدمر آخر، ذهب جوميز وجاء مدمر آخر، الرائعة جدا كأس موسم الرياض. الهلال أفضل، الهلال أخطر، الهلال سجل الهدف الأول، لا يكتفي بذلك، يذهب ربما لهدف آخر، المحاولة، الله، هكذا تكون الاحتفالية في الملعب الجديد يا هلال، هكذا تكون الاحتفالية في مملكة أرينا في ملعب الهلال الجديد يا عبد الله الحمدان. هدف ثاني للهلال، هدف هلالي ثاني، وهكذا يحتفل الهلاليين بملعبهم الجديد بلوحتهم الجديدة. الله على الكرة الماضية، واللمسة الذكية الحلوة 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 من جانب عبد الله الحمدان، يكون هدف ثاني للهلال. تذكر عزيزي المشاهد أن الهلال يفعل ذلك، هذا الشلهوب، هذا الشلهوب، هذا الشلهوب الموهوب، وتحت أنظار بعد ذلك للفوز بكأس العالم مع ليونيل ميسي، الضربة الركنية يحاول الآن، وكرة تبعد من القيان، التسديدة قوية خطيرة، الله الله، المذهلة جدا، مذهلة مذهلة مذهلة. أنا أعتقد أن محمد عبده طبعا وغناها من أجزاء المباراة بصورة واضحة في أرضية ملعب، هذه طبعا تحدث للمرة الأولى عندما يتعلق الأمر بمباراة في كرة القدم. هذه لعبة للأمام جميلة بشايين، الله على الاستلام، الله، لكن الاستلام حكاية، الاستلام يا ميشيل حكاية في الكرة الماضية، وكالندر الحارس أدريك كالندر، شوف الاستلام الاستلام الاستلام، هذه الاستلام بهذه الصورة أضربت في وجهه وضاعت فرصة لفريق نادي انتر ميامي. ربما الخطورة تكون في أفضل حالات عندما تكون الكرة عند شاغل الدنيا وأهلها عند ليونيل ميسي، جميلة تنقل للأمام، هذه فرصة، هذه فرصة للأمام، وهدف، هدف، لكن الهدف يلغى، الهدف يلغى في هذه اللحظات. ولاحظ هنا طبعا هذه اللقطة كان متسللا، الجمهور طبعا يتفاعل مع الشاشة العملاقة، يتفاعلون مع الشاشة العملاقة، وجيراردو هنا وكأنه يقول مارتينو، بالمناسبة أمام الأهلي المصري التي طبعا هذه إذا كان من لمس لاعب الهلال فالهدف سيحتسب، بالمناسبة
الهدف يحتسب، وسواريز احتجاجه كان في مكانه لان الهدف احتسب. نعم، وبالتالي نادي انتر ميامي يقلص الفارق، يقلص الفارق وتكون 2-1. هذه لعبه طبعا، شوف لاعب الهلال جحفلي، جحفلي هو اللي تشوفه تحت الضغط. هذه كره من جانب ابيتروفيتش بالخطا، بالخطا وصلت الان ونقلت للامام وخطيره. الله الله، انا رايي ان ميسي ما تلغي الاهداف طبعا، ما يجوز، لكن شوف هذه هل كانت السر الموجود ولا؟ طبعا هذه بعد ذلك وميسي تابعها، ولدينا حالة تسلل على سواريز. بالمناسبة على سواريز، ميسي يبتسم، بعد ذلك الهدف يلغى. بعد أيام سيكون هناك احتضان بعد هذه الكاس، كاس موسم الرياض الرابع. هذه انطلاقة، هذه لعبة، هذه خطيرة، عرضية تلعب خطيرة بالروس. الله الله، هدف هلالي ثالث، الهلال في ليلة المذهلة، في تحفة المذهلة، الهلال في موعد لا يخطل عشاقه إطلاقا، لا يخطل عشاقه، لا يخطل محبي. هدف ارتقى عاليا، والهلال عالي، والهلال عالي، ارتقى عاليا وسجل بالراس القصير ميشيل. الله على العرضية من الحدود. عينك على الارتقاء، هو اللي بداها بالمناسبة، هو اللي مررها للحمدان، وهو اللي كمل طريقه. ارتقى عاليا وسجل الهدف الثالث. يكون الشوط الأول بأهداف الأربعة، 3 أهداف للهلال، هدف لإنتر ميامي. المباراة، لكن المباراة تستمر الآن، لدينا شوط وصل إلى أمتار الأخيرة، ولدينا كرة. الله الله، قوية 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 من بيتروفيتش، ونحن أمام شوط ثاني منتظر. القادم سيكون مذهلا أكثر عندما يتعلق الأمر بطبعا تنظيم الأحداث الرياضية، ونحن في طبعا موسم الرياضة الترفيهي. للأمام تعود لنادي إنتر ميامي في وسط الملعب، جميلة. الله الله الله، محاولة تأخر، تباطأ، والكرة تذهب وتعود وتصل بعد ذلك لفريق نادي الهلال من جانب جحفري من أمريكا الشمالية قبل مونديال المكسيكي في مباراة ثالث ورابع مونديال الأندية 2019، وتعادل 2-2 في الأوقات الإضافية، وبعد ذلك طبعا خسر بركلات الترفيه. ليونيل ميسي، هذه اللقطة، التدخل من جحفري، وعلى في يناير الماضي في مباراة باريس سان جيرمان وتجمع الهلال والنصر، والآن ضرب جزاء، ضرب جزاء، ليونيل على التنفيذ، ليونيل على التنفيذ، ولو طيان في المرمى، لو طيان أمام أسطورة، أمام أسطورة في تاريخ كرة القدم، بل إن الكثيرون يرونه الأسطورة الأبرز في تاريخ كرة القدم. يتقدم، الله الله، ميسي عندما يزور المملكة يضع توقيعه، يسجل الأهداف ويلهم الحماس، يلهم الحماس ويقلص الفارق. الآن تكون 3-2، هذا ليونيل وهذه أفعاله. ضربة الجزاء قوية جدا بالمناسبة، سددها قوية جدا بهذه الصورة في زاوية مستحيلة طبعا. هذه والله لو تصف حراس المرمى، كل حراس المرمى
بهذه الدقة، بهذه القوة، بهذا الثبات يسجل. نعم، ويقلص الفارق وتكون بالتالي مباراة الآن، مباراة الآن فيها مرور، فيها تقدم لإنتر. الله الله، من بعيد من بعيد يعود 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 إنتر ميامي من بعيد. كان الاعتقاد بأن الهلال في طريق مفتوح، لكنه عاد بضرب جزاء، وبعد ذلك بأقل من دقيقة، أقل من دقيقة يسجل الهندوراسي الشاب الصغير هدف كبير، لا شك في ذلك. تكون 3-3، هذه اللقطة، هذه اللعبة وصلت بهذه الصورة، بداها ميسي بالمناسبة، وبعد ذلك يسجل ويقلص ويعيد الأمور إلى التعادل، يعيد الأمور إلى التعادل. الله 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 الله، الليلة اكتملت، اكتملت كل ما فيها جميل، كل ما فيها لا شك. هل يقول طيب يعني كيف يتوج البدر؟ هذه محاولة في هذا المكان، فيها مرور، هدف. الله الله يا سافيتش، لا الحمدان 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 عبد الله الحمدان. اي نعم، اللمسه جميله، اللمسه جميله خلف المدافعين، اخذها حلوه، لكن بعد ذلك سيء الحظ عبد الله الحمدان. مروره جميل، ميسي للامام، بوسكيتس، وكانك تشاهد المباراه كامله. هذا فرصة للأمام وبتضيع، ولا زالت قائمة، والمحاولة مستمرة والتسديدة موجودة، وميسي. الله الله ما لهذه الإثارة آخر، ما لهذه الإثارة آخر، ولعبة فيها ما فيها من الإثارة، من المتعة، من الانتظار، من الترقب. شوف ميسي، ميسي عندما يأتي، وعندما طبعا هنا ياسر الشهراني في الأولى، في الثانية الحلول موجودة عند ميسي، والنظرة بعد. الله 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 الله، هذا جحفري محمد، هذا سافيتش، هذا سافيتش الشهراني، جميلة من ركلات. الله الله الله، ممكن يسدد قدم يسرى سهلة حارس، دوام الحال من المحال إلا مع الهلال، إلا مع الهلال. نعم، هذا ما يقوله عشاقه. هذه محاولة. أوه الله 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 الله. يا سافيتش يا سافيتش، هذه الأولى، هذه الثانية، هذه الثالثة، هذه الرابعة، هذه بعد ذلك. هنا هو عين عين عين، هو اللي طلع، هو اللي طلب الخروج. ما في مدرب في العالم يطلع ميسي وهو ما طلب الخروج الا اذا مصاب طبعا. لا ما مصاب، هذه محاوله، كره تلعب الان عند 87 دقيقه 8. الله الله، سيمفونيه الهلال في بيت الجديد، سيمفونيه الهلال تعزف. نعم، سيمفونية الهلال تعزف. مالكوم ارتقى عاليا، والهلال الهلال يرتقي عاليا، والهلال يسجل الهدف الرابع من مالكوم. ياهي مباراة، ياهي مباراة. اي نعم، يقدم مباراة، مباراة مو بعشان سجل هدف، لا، هو يقدم مباراة، مباراة. الله 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 على عرضية ياسر الشهراني، الله على بعد ذلك راسية مالكوم، أضربت في الأرض، خدعت حارس المرمى، قوية كانت، سريعة، وصلت إلى الشباك. سيمفونية الهلال، سيمفونية الهلال تعزف
في افتتاحية المملكة إلى الله. هذا ما يروح يا هلال، هذا ما يغادر يا هلال. ميشيل الليلة يقول للهلالية أنا لن أغادر الهلال. الله على 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 اللمسة في ليلة تاريخية استثنائية وفي ملعب ناشط تاريخي هنا. نعم انتهت الأمور بفوز الهلال المستحق على ميسي ورفاقه على انتر ميامي 4-3. هذا النجم متروفيتش دخل التاريخ من اوسع الابواب، لقد اصبح اول لاعب يسجل هدفا في المملكه ارينا، والاسطوري ليونيل ميسي.